السلام عليكم، حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. اليوم وكما كل يوم لدينا المزيد والمزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي. نتحدث عن فيسبوك وتويتر، وكذلك نتحدث عن يوتيوب. من زحمة الأخبار والوقائع التي ملأت العالمين الافتراضي والواقع، اخترنا لكم أربعة من العناوين التي شغلت الوضع أو الرأي العام العراقي. وطبعا هناك غيرها، لكن انتقينا ما يشغل الرأي العام العراقي. يعني آراء كثيرة جدا وقضايا كثيرة جدا، لكن انتقينا منها أربعة نبدأ مع أولها في حلقة هذا اليوم. الجعفري وأمام العالم أجمع في منصة الأمم المتحدة يسمي محافظة الأنبار محافظة الإرهاب. ومع اقتراب العاشر من محرم، الرايات والأهازيج في قلب الفلوجة وعلى مدخل جامعة الموصل وفوق كنيسة في الجانب الأيسر. وفي استفتاء كردستان، تجاوزات بالجملة من مسح الحبر البنفسجي لإعادة الاقتراع مرات ومرات. وشرطة محافظة البصرة تكتشف معملا كاملا لإنتاج المخدرات. الآن في العراق هناك محافظة جديدة اسمها محافظة الإرهاب، هكذا اسمها محافظة الإرهاب. الذي يعني دلنا على هذه المحافظة هو وزير خارجية العراق، ودل العالم أجمع في الأمم المتحدة على هذه المحافظة الجديدة وهي محافظة الإرهاب. نشاهد. صحيح أن داعش الإرهابي لم يمتد إلى محافظات الجنوب، بل اقتصر على محافظات الموصل ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الإرهاب، ولكن محافظة الإرهاب يبدو قصد معالي وزير الخارجية هي محافظة الأنبار، يعني والله أعلم سماها محافظة الإرهاب، دلعها يعني على المدى ممكن التدليع، يعني سماها محافظة الإرهاب. شكرا معالي الوزير. والله لو المصيبة هذا وزير خارجية، يعني مفروض يكون عميد الدبلوماسية العراقية، يعني هذا عميد الدبلوماسية العراقية كل كلمة من كلماته مختارة بعناية، فيأتي أمام العالم أجمع ليسمي محافظة عراقية الأنبار، الأنبار ثلثي العراق، ماذا سماها؟ محافظة الإرهاب. خلاص محافظة الإرهاب. طبعا المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية حاول لفلفة الموضوع وترقيع الموقف، لكن كيف اتسعت الرقعة على الراقع. نشاهد الفيديو الملفلف للمكتب الإعلامي. صحيح أن داعش الإرهابي لم يمتد إلى محافظات الجنوب، بل اقتصر على محافظات الموصل ومحافظة صلاح الدين، ولكن حذف محافظة الإرهاب، والموصل هي محافظة نينوى مبدئيا. يعني معالي الوزير ما لا يعرف محافظات العراق، لا يعرف محافظات العراق، أقول لك محافظة الإرهاب حذفوها الشباب بالمكتب الإعلامي. بس لكن أي مسجلها يا جماعة، يعني العبوا غيرها، راحت خلاص. خلك وزير خارجية العراق أمام العالم أجمع يقول لك والله هاي محافظة الأنبار محافظة الإرهاب، بالتالي أي أنباري الآن إرهابي حتى يثبت العكس، ولن يثبت العكس والله أعلم. يعني وزير خارجية أمام العالم يستعدي العالم كله على محافظة الأنبار، هذا وزير خارجية العراق عميد الدبلوماسية العراقية معالي دكتور إبراهيم الجعفري. ما نزال في محافظة الإرهاب، عفوا محافظة الأنبار. مدينة الفلوجة أحد أهم مدن محافظة الأنبار، بمناسبة اقتراب العاشر من محرم، مدينة الفلوجة اكتست حلة جديدة، جديدة جدا. نشاهد. هذا الفيديو وصلنا عبر نافذة أنت ترى من داخل الفلوجة، من داخل مدينة الفلوجة وصلنا عبر نافذة أنت ترى. يظهر الفيديو سيطرة للجيش، ترتفع عليها الرايات الحسينية، مكبرات الصوت كذلك، يعني واضح يعني في الفيديو تذيع أو تبث الأهازيج بمناسبة العاشر من محرم، أين؟ في قلب الفلوجة.
ليس الأمر كذلك في مدينة الفلوجة، يعني تعداها أيضا، وصل إلى بوابة جامعة الموصل. بوابة جامعة الموصل، نشاهد الصورة. هذه بوابة جامعة الموصل، موضوع عليها يا فاطمة الزهراء، يعني ما بقي من بوابة جامعة الموصل كونه صورة مهدمة للجامعة والحسين. هذا أين؟ في جامعة الموصل. كذلك يعني لم يتوقف الأمر هنا. قطاعات من الجيش العراقي مكلفة بالتمركز في دير ماركوركيس، دير ماركوركيس، كنيسة ماركوركيس، هذه في الجانب الأيسر من مدينة الموصل. الجيش قام برفع راية الحسين على أعلى نقطة في الكنيسة. نشاهد الصورة. والله هذه هي الكنيسة، وهذه هي الراية الحسينية ترتفع أعلى كنيسة ماركوركيس في الجانب الأيسر من الموصل. واضح الراية. وهناك كلام على تحويل نية الحشد، تحويل الكنيسة إلى حسينية في الجانب الأيسر. هذا كله بمناسبة اقتراب العاشر من محرم. طيب نعود لاستفتاء كردستان. استفتاء كردستان حدث من العيار الثقيل في تاريخ العراق والمنطقة كما يرى البعض. ذهب الكرد أمس ليبدأ رأيهم في مسألة انفصال الإقليم. ذهبوا، احتفلوا ورقصوا وغنوا، لكن حدثت بعض الحوادث. مثلا نشاهد. يعني الشباب بكل سلاسة يمسحون الحبر البنفسجي. لماذا؟ لإعادة التصويت مرة أخرى، ومن ثم يمسحون ومن ثم يعيدون التصويت بكل هدوء بكل سلاسة، قمة الشفافية هذه. أيضا الكاميرات أتت ب يعني تصرفات أخرى. نشاهد أيضا. هو يصوت نفس الشخص مرة تلو المرة عافية، يعني ممكن يخلص دفتر كامل من أوراق التصويت يا رجل، بكل بساطة بكل سلاسة. لكن الحمد لله الشفافية أمورها تمام في استفتاء كردستان، والأمور يعني على أتم وجه. عموما كل هذا لا يهم في العراق اليوم، لا يهم. المهم أصبح عندنا محافظة جديدة في العراق هي محافظة الإرهاب. بعيداً عن محافظة الإرهاب، قريباً من البصرة وما يحدث في البصرة، البصرة أصبح فيها مصانع ليس لإنتاج البتروكيماويات مثلاً، البصرة أصبح فيها معامل ليس لإنتاج تقنية النانو مثلاً، لا، البصرة أصبح فيها معامل لتصنيع وإنتاج المخدرات. نشاهد. السلام عليكم، الله يساعدكم إخوان. طبعاً اليوم نريد نتكلم عن تجارة المخدرات بالبصرة، تكلمنا سابقا، لكن الامر خطير جدا. البارحه قياده طبعا شرطه البصره والجرائم قضوا معمل كامل للمخدرات، معمل هسه احكيها بكل قوه، معمل لصناعه المخدرات، مصايره حتى في الدول اللي تصدر واللي تزرع مخدرات، مصايره تصنع مخدرات. مجموعه من العصابه، اثنين من عندهم من جنسيه اخرى، يتكلمون عن المخدرات. هم قاعدين يشاهدون، شوفوا هاي المخدرات، شوفوا هذا المعمل. طبعا هم اربعه اشخاص، اثنين من عندهم من جنسيه ثانيه، من جنسيه اجنبيه ما نعرف منين. شوفوا هاي البصره، هاي المدينه الحدوديه، يزرعون مخدرات، يصنعون مخدرات. شوفوا هاي المواد، هاي كلها مواد حامضيه. من يوصل الامر الى المعمل، يعني شنو عشرات الكيلوات من المخدرات تصير بالبصره. من يوصل الامر الى المعمل شنو معناته؟ معناته العصابات والجرائم والاحزاب وكل شيء وكل شيء وكل شيء مستشرف هاي المحافظه. معمل، انتم يا محافظه يا مجلس محافظه، شنو اجراءاتكم؟
يعني هسه قيادة الشرطة والجرى انقضوا هذا المعمل مثل ما قاعد تشاهدون. شوفوا حتى هاي الأدوية مالت الأطفال أكتيفيت، شوف هذا، شوف الأكتيفيت، شوف ايش كثر من عنده، شوف هذا المعمل، وشوفوا هاي مادة الكريستال، شوفوا مادة الكريستال، وشوفوا هاي المادة، مصنع لصناعة المخدرات الكريستال، وصل هيك المستوى. يا رئيس المجلس، يا جبار الساعدي، رئيس السجن الأمنية، يا محافظة، وينكم انتم؟ وينك انت رئيس السجن الأمنية؟ على شنو عضو مجلس محافظة البصرة؟ وين إجراءاتك؟ وين هذا معمل؟ وتقول لا اكو تفاقم بالجرائم. هاي رسالة جبار الساعدي عضو مجلس محافظة من يقول لا الجرائم مو بهذا المستوى، هسه صار معمل. يلا خلي يستفاد. ليش هذول أهل البصرة يستاهلون؟ هيك أهل البصرة هيك معمل سر مال المخدرات؟ يلا هاي البصرة. لا هو غير احمد عبد الصمد، هو لعيب. طبعا تعليقا على النشط هذا، يعني هذا الرجل ترى ينشط في محافظة البصرة ويسلط الضوء بكثافة على كل مواطن الفساد في المحافظة، مشكور. يقول لك اثنان من جنسية أجنبية، يعني من أين؟ لا يريد الرجل أن يقول. يقول لك البصرة محافظة حدودية، ولمح يعني اثنان من جنسية أجنبية، يعني والله أعلم من الجارة الشقيقة. ما الذي ستأتي لنا به الجارة الشقيقة؟ معامل للمخدرات، مصنع للمخدرات في البصرة. طيب هذا عراق اليوم. عراق أيام زمان، عراق أيام الزمن الجميل، كيف كان؟ مهندس أردني يقول لنا كيف كان العراق أيام كان العراق عراقا. نشاهد ماذا كتب هذا المهندس الأردني. هذا المهندس علي، المهندس علي يقول لك في سنة 1983 ذهبت إلى العراق لدراسة الهندسة الكهربائية، وتوجهت أولاً إلى قسم القبول والتسجيل الذي طلب مني 200 فلس، يعني 4 دراهم، وكذلك طوابع، وكانت آخر مبلغ أدفعه للجامعة بالمقابل درست 6 سنوات مجاناً، واستلمت كتب الدراسة 6 سنوات مجاناً، وسكنت القسم الداخلي مجاناً، وتلقيت معونة شهرية 30 دينار عراقي لمدة 6 سنوات، وكذلك 45 دينار كل فصل بدل ملابس، واستخدمت مطعم الجامعة بسعر الوجبة 50 فلس، يعني درهم واحد، ومكتبة الجامعة مجانا، وتخرجت واشتغلت واغتربت وبنيت بيتي، واليوم طلبت، اليوم طلبت من أولادي تأجيل الفصل الدراسي بالتكنولوجيا الأردنية، أي جامعة التكنولوجيا الأردنية، كون الفصل الواحد في الجامعة التكنولوجيا الأردنية يكلف 4000 دينار لطالب طب، و وهذا غير متوفر، المصاريف غير متوفرة. فيقول شكرا يا عراق. هذا ما يرويه المهندس الأردني كيف ذهب ودرس الهندسة الكهربائية في عام 1983. يقول لك 6 سنوات ما دفعت شيء. روى التفاصيل الرجل. الآن طبعا لا يستطيع أن يدر أن يجعل ابنه يدرس الطب في الجامعة التكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا في الأردن، لأن الفصل الواحد يكلف 4000 دينار، فأجلها، ما معه فلوس الرجل. فيقول لك شكرا يا عراق. هكذا كان العراق. واليوم مصانع لإنتاج المخدرات. اليوم وزير الخارجية يقول لك في محافظة في العراق اسمها محافظة الإرهاب. شوف العراقيين كيف علقوا على منشور هذا المهندس الأردني الذي قال، يعني ختمه بعبارة جميلة المهندس الأردني، قال شكرا يا عراق. نائل يقول لك العراق كان بلد خير، أما الآن فهو بلد مفلس، بالكاد يتم دفع رواتب الموظفين بسبب سرقة خيرات البلاد والتعيينات بلغت أقل مستوياتها في تاريخ العراق. هو يا بشمهندس علي، إذا أنت تريد أن تقارن عراق اليوم بعراق الأمس أيام ذهبت إلى العراق في 1983، هذه المقارنة يعني أعتقد أنها تصيب بالشقيقة وارتفاع ضغط حاد، تميع بالدم، كل هذه الأمراض، يعني فقط المقارنة بين عراق اليوم وعراق الأمس. لا مقارنة طبعا. تويتة ثاني أو تعليق ثاني، مظفر الغلام يقول لك بلد الخير وأهل الخير، بس مع الأسف على الحكومة اللي غيرت مجرى البلد للأسوأ. يا مظفر، يعني هي مو بس الحكومة، الحكومة ومن أتى بالحكومة سرقوا كما لم يسرق أحد في التاريخ. هؤلاء سرقوا العراق.
تعليق ثالث خميس يقول لك هكذا هو العراق، كان شجرة كبيرة يستظل تحت ظلها الكثير. نعم هذا كلام صحيح ما يقوله خميس، كثر كثر هم من استظلوا وتنعموا بخيرات العراق وطعنوه في الظهر، وطعنوه في الظهر. تعليق أخير من حنان تقول لك العراق دائما أبو الكرم، وإن شاء الله يجي يوم وترجع أمجاد إن شاء الله يا حنان، وهذا أمر يقينا سيعود، سيعود العراق كما كان وأفضل، هذا أمر يقيني. وللبشمهندس الأردني نقول له شكرا، شكرا أنك يعني تذكرت العراق وقلت جزءا من الحقيقة كيف كان العراق، فشكرا لك بالنيابة عن العراقيين. إلى تويتر الآن. لو أقدر أغير، هذا هاشتاج على تويتر، لو أقدر أغير، يعني إذا أراد العراقيون التغيير ما الذي سيغيرون؟ وأعتقد أن الإجابة معروفة. تويت أولى على هذا الهاشتاج، لو أقدر أغير. شهد تقول لك أغير وأبدل كل إنسان ما يحب العراق وفاسد ما يريد وحدة بلدنا، وأجيب ناس يعشقون تراب هذا الوطن ونعيش بسعادة بين أهلنا الطيبين، لو أقدر أغير. يا ريت يا شهد، يا ريت يا ريت أتحقق ما قلته، لكن أعتقد أن ما قلته ينطبق على المنطقة الخضراء، يعني محو هذه المنطقة بالكامل. تتحقق التويتة لشهد. تويتة ثانية على هذا الهاشتاج لو أقدر أغير، محمد الواسطي يقول كان أول ما شلع عفوا، يقول لك كان أول ما شلعت هاي الحكومة الطاير حظها. محمد يقول لك لو أقدر أغير كان أول ما شلعت هاي الحكومة الطاير حظها. أيضا تويتة ثالثة على هذا الهاشتاج لو أقدر أغير، حاتم الناصر يقول لك الواقع، لو أقدر أغير الواقع الموجود في العراق كان كل من يحب إيران أسفروا سنفرة سريعة لسيدة إيران، وهناك يعرف من هم الذين يدافع عنهم. أي هو فعلا حاتم يقول لك يعني لو أقدر أغير كان الجماعة الذين يتبركون بالأشقاء في الجمهورية الإسلامية أخي شيلهم ونوديهم لعند أحبابهم وخلاص ونرتاح، كل يذهب اللي عندي حبيبه وتنحل العقد. يعني لو أقدر أغير. تويت أخيرة على هذا الهاشتاج لو أقدر أغير، عماد الطاي يقول لك لو أقدر أغير الوضع العراقي وأخلص العراق من العملية السياسية الأمريكية القذرة ومن التبعيات وأمن فرص عمل للشباب العاطل والخريجين. أحلام إن شاء الله ليست أحلام يا عماد الطاي، ويتحقق كل ما حلمت به قريبا إن شاء الله يتحقق. حياكم الله مجددا، ما زالت العمليات الفدائية في القدس مستمرة، لم تنتهي ولن تنتهي. نشاهد. هذه العملية التي نفذت صباح اليوم في القدس هي أبلغ رد الحقيقة على ما يشاع الآن في هذه الفترة، هذا ما يراد ترويجه وتثبيته في العقول، جو انهزامي، أو يتحدثون عن عملية سلام أبدية. الآن يتحدثون عن عملية السلام الأبدي مع الصهاينة. طبعا يعني
داخل فيها كذا نظام عربي، أنظمة يعني لها علاقات سابقة مع الصهاينة وأنظمة جديدة داخل على الخط سوف تشكل مفاجأة، يعني يكون مفاجأة دخولها أيضا، لكن يتحدثون عن سلام أبدي أبدي، خلاص انتهى الموضوع. مثل هذه العمليات يعني تنقض غزلهم وتجعله أنكاثة، الموضوع لا ينتهي، الحق لا يموت. طيب بعيدا عن العالم العربي وأوجاعه، حلاق حلاق شعر يقص شعر زبائنه أين؟ على ارتفاع أكثر من 1600 متر عن سطح البحر في الهواء الطلق. نشاهد هذا الحلاق. Herkesin bir görüntüsünü görüyordum orada. Yani merak ettim, gittim ve üç arkadaşımı tercih ettim. Tabii kolay bir şey değil bu. Çünkü tehlikeli bir durumdu. Bir şey öğrenmem, ustayım diyorsanız sizin için makine önemli değil. Yeter ki malzemeniz olsun, her yerde gelirse yani. Havada, karada hiç fark etmez. طيب 1650 متر آمنا، لكن على حافة منحدر يا رجل، يرفع الرجل قليلا، يعني يرفع الرجل قليلا، أنت وإياه في حالة من الخطر، لكن يعني للناس فيما يحبون الحلاقة مذهب، أمزجة، يعني الشعوب الناس لها أمزجة، والشعوب لها أمزجة، طيب ما هي أفضل الشعوب أمزجة وما هي أسوأ الشعوب أمزجة؟ نشاهد من؟ البغداديون أسوأ مزاج في العالم هو البغداديين، يعني حسب هذا التصنيف لا أدري، طبعا حسب الشروط التي وضعت بالبنية التحتية والمساواة وفرص العمل وكذا لازم يكون البغداديون هم أسوأ مزاجهم، هو أسوأ مزاج في العالم، الناس وصلت لمرحلة القرف في أمان الله.